السلام عليكم طلبة قسم هندسة تقنيات الحاسوب مرحلة ثالثة المادة الذكاء الاصطناعي المحاضرة رقم 7 Knowledge Representation. بعد أن أنهينا في الفصل السابق طرق السيرج بالذكاء الاصطناعي وتطرقنا إلى عدة طرق خاصة بالبحث، راح نجي نشرح كيفية تمثيل المعرفة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. بالـ Knowledge Representation هناك عدة طرق لتمثيل المعرفة. طبعا Knowledge معناته معرفة و Representation هي التمثيل. إذا تمثيل المعرفة باستخدام Semantic Net. Semantic يعني معنى، يعني نأخذ معنى الكلمات، والنت هو شبكة. إذا باستخدام شبكة تحتوي على معاني الكلمات. Conceptual Graph المخطط المفاهيمي، Conceptual مفاهيم، and Frame. راح نجي هنا نشوف شن هي الطرق الأخرى لتمثيل المعرفة. There are many methods، يعني هناك طرق متعددة. Methods طرق can be used for knowledge representation and they can be described as follows. هناك عدة طرق لتمثيل المعرفة وممكن وصفها كالتالي. أولا مثل ما سبق أن قلنا semantic net يعني شبكة معتمدة على المعاني. ثاني طريقة هي conceptual graph هو المخطط المفاهيمي. ثالث طريقة هي الفريمز الإطارات. رابع طريقة Propositional and Predicate Calculus. هذه O not E. هنا أكو غلطة مطبعية. Propositional يعني العبارات and Predicates Calculus. Calculus حساب، Predicates تنبؤ. فالحساب التنبؤي والعبارات والresolution معناته إما اقتراح أو قرار. هذه راح نشرحها بالمحاضرات القادمة. راح نجي على أول طريقة اللي هي السيمانتيك نت. السيمانتيك نت من شنو يتكون هذا المخطط اللي اسمه السيمانتيك نت؟ يتكون من مجموعة من النودز، set of nodes and arcs، مجموعة من النود. كل مستطيل من هذه المستطيلات هي نود، وarcs يعني أسهم. each node is represented as a rectangle، يعني كل عقدة من هذه العقد تمثل على شكل مستطيل. حتى شنو تمثل لنا؟ حتى توصف لنا الأوبجكتس أو المفاهيم الكونسبتس. الأوبجكت أشياء، يعني هنا إما راح يكون شيء أو راح يكون في مفهوم معين أو يكون حدث معين events. أما الأسهم، هذه الأسهم اللي تربط بين نود وأخرى تستخدم لي connect the nodes، يعني تستخدم لربط العقد. and they divided to the to three parts which are is a can and has a. يعني ممكن طبعا نخلي عليها اكثر من هذه المختصرات، مو بس has و can و is و is a. يعني راح نشوف الأمثلة القادمة ممكن جمل أخرى، ولكن هي شنو هي تمثل؟ خلي عليها هذا مثل الليبل على الأركس، هنا راح يصير مثل الليبل. يعني ممكن أخلي بهاي النود أحمد. أحمد هو نقول هو أوبجكت شيء. نقول أحمد is a مثلا boy، هنا على السهم راح يصير is a، وبهذا الريكتانجل المستطيل الثاني راح يكون boy. يجي هنا أنا مثلا علي. علي أيضا هنا is a boy. هنا مثلا علي نقول is a student. نكتب على هذا السهم is a، هنا is a، هنا is a. أو ممكن هنا نقول has مثلا، علي has a book، هنا book وهنا صير has. هذا نوع من أنواع الأمثلة اللي ممكن
تفسر لنا السيمانتيك نت. فالسيمانتيك نت have been used successfully in natural language understanding. إذا السيمانتيك نت استخدم بنجاح في فهم اللغات الطبيعية understanding واللانجوج لغة والناتشورال طبيعية يعني فهم اللغات الطبيعية. السيمانتيك نت كان هاف ذا فالونج ستراكشر مثل ما وضحنا. طبعا على قد المعلومات اللي موجودة عندنا احنا راح ممكن نسوي نوتس نربط بيناتهم بريليشن، وهاي الريليشن اللي هي راح تكون على السهم عبارة عن اكو ليبل، هذا الليبل يفسر لنا هذه العلاقة اللي تكون بين هذه النود وهذه النود. راح نجي مباشرة نشرح بعض الأمثلة وراح تكون أوضح. دائما راح يجيكم السؤال مثلا يجيكم كأنه معلومات كأنه قصة عن شيء معين وبجمل، وهذه الجمل شلون ممكن أني أحولها إلى سيمانتيك نت. راح نجي بالبداية وراح نشوف كل جملة تذكر في هذا المثال إلها هنا تمثيل معين. أول شيء bird is an animal، فأخلي أول object موجود عندي هو bird، أخلي له داخل مستطيل لأن إحنا قلنا هنا راح نخلي object أو نخلي event حدث أو أخلي concept في مفهوم معين أو أخلي صفة. يعني راح نقول bird is an animal. أوكي بيرد هذه أول أوبجكت، أنيمال هو الأوبجكت الثاني. زين السهم راح يكون من البيرد للأنيمال لو من الأنيمال إلى البيرد؟ لا راح يكون من البيرد إلى الأنيمال لأنه البيرد الطير هو حيوان، فإذا يطلع من أول كلمة اللي هي البيرد يتوجه إلى الأوبجكت الثاني اللي هو الأنيمال. شنو الريليشن بيناتهم؟ إنه الطير هو حيوان is an animal. طبعا هنا لغويا غلط، المفروض an لأنه ما يصير حرفين علة يلتقون، ف is an animal. الجملة الثانية شو ممكن نمثلها؟ animal can breathe يعني الحيوان يستطيع أن يتنفس. إذا أنا عندي الانيمال كتبته راح أجي أخلي له نود اللي هي breathe، نا أكون أقص حرف الإي لأن breathe هذا فعل يتنفس، أما breath فهو تنفس. ف animal can breathe مثل ما قلت لكم مو شرط بس is a و has a، هنا استخدمنا can. فإذا animal can breathe يعني الحيوان يستطيع أن يتنفس. بعد can move معناته مخلينا فارزة، معناته animal can أولا يتنفس، ثانيا يتحرك، ثالثا has skin. اوكي can breathe اول وحدة، ثاني وحدة can move، وثالث وحدة has skin. طبعا ترتيب هذه النوتس ما يفرق، يعني اذا خلينا breathe وبعدين الثاني move وبعدين skin ماكو مشكلة تنطي نفس الهدف. عندنا الجملة اللي بعدها bird، bird موجودة عندي ما احتاج اسوي لها مستطيل. has شنو تملك هذا الطير؟ شنو يملك؟ has feathers، feathers يعني ريش. اذا احتاج relation اللي هي has واحتاج مستطيل او نود اسمها feathers. بعد نفس هذه الجملة has feathers، has wings يملك اجنحة، can fly وحط ثالث شيء اللي هي can fly. اذا خلصنا هذه ثلاث مواصفات. نجي على كناري is bird، هسه صار منه عندنا طير، طير الكناري. كناري is a bird، مو البيرد هو كناري، يعني مو كل طير هو كناري ولكن كل كناري هو طير. فإذا لازم أخلي مستطيل اسمه كناري is a bird. كناري هذه النود هو طير. راح نجي على الأوستريتش، هنا أنا راح نشوف بالجملة مدو قبل الأوستريتش راح نقول كناري كان سينج. إذا راح أخلي أكيد راح أحتاج نود مكتوب عليها سينج يعني غني، وعندنا
كان يستطيع الغناء، إذن كناري كان سينج. And is yellow، إذن ده ينطي مواصفات إنه هو كان سينج وإنه هو يلو. خلينا نشوف الكناري قبل ما نبدي بالأوستريتش. الكناري كان سينج وكناري is yellow. ضروري جدا تنتبهون على شغلة الأسهم، إنه يا سهم متوجه من أول كلمة لو ثاني كلمة فنكون حسب المعنى. كناري كان سينج كأنه جملة بالإنجليزي مكتوبة، ونرتبها كناري كان سينج، كناري is yellow، يعني بدينا من كناري وانتهينا إلى يلو. ولكن أيضا هذه الأسهم تعتمد على معنى الجملة. نجي على الأوسفج اللي هي النعامة. النعامة is tall والنعامة cannot fly. مثل ما قلنا إن نستخدم كان، هنا نقول إنه النعامة هي طويلة ولكن النعامة لا تستطيع أن تطير. راح نجي نشوف الجملة صحيحة فوق واللي نفذناها. Ostrich is a bird. الأوسترج هذا الأوسترج is a bird مو an is a. هنا أكو غلطة مطبعية أيضا ما يحتاج، لأنه البيرد مو حرف علة. فأوسترج is bird نعامة هي طير، يعني احنا ما رجعنا سوينا مرتلخ اوستريج وخلينا سهم وخلينا على بيرد، لانه البيرد اساسا موجود. فان الاوستريج هي تابعة لمن؟ الى البيرد. النعامة هي نوع من انواع الطيور، فراح نقول اوستريج is a bird. شنو مواصفات الاوستريج؟ الاوستريج هي تكون طويلة وتكون ما تتمكن من الطيران. فراح نشوف انه عندنا نوت مكتوب عليها tall لأن ostrich is tall و ostrich cannot fly، فهذه خلينا نوت ثانية. هذا كملنا الاكزامبل نمبر 1. راح نجي على اكزامبل 2. اكزامبل 2 راح يخص الكمبيوتر، معلومات بسيطة عن الكمبيوتر، شلون ممكن احنا ننطي هذه المعلومات اللي هي بمجموعها تمثل معرفة knowledge، شلون ممكن نمثلها بالسيمانتيك نت. أولا راح نقول computer has much part like a CPU، يعني الكمبيوتر يحتوي على جزء اللي هو CPU. إذا يحتاج لنود اسمها computer، يطلع منها سهم وهذا السهم راح يتوجه إلى منو؟ إلى CPU. خلينا نشوف التنفيذ مالته. computer has a CPU. بالجمل اللي فوق أيضا راح نقول computer divided into two types، يعني الحاسوب يقسم إلى نوعين. عندنا first one is the mainframe، يعني هاي الحاسبات اللي هي من نوع mainframe، الحاسبات العملاقة. وعندنا اللي هي personal computer اللي هي حواسيب الشخصية. إذا راح مين يطلع من كمبيوتر؟ أكيد راح يطلع لنا سهمية يمثل لنا أنواع الحاسوب. راح نخلي بالنود الأولى مين فريم، بالنود الثانية راح نخلي البيرسونال كمبيوتر أو البي سي. راح نشوف التنفيذ مالتها هنا. أوكي، كمبيوتر is a PC وكمبيوتر is a مين فريم، لأنه الكمبيوتر هو بنوعين PC هو mainframe. إذا is a و is a. راح نجي نشوف شنو بعد. هسه راح يترك الكمبيوتر وراح يحجينا على ال PC واحد والmainframe واحد، وكل واحدة من عندهم شنو بيها ممكن مواصفات. راح يحجي بالبداية عن ال PC أو mainframe. خلينا نشوف شنو يشرح لنا. The first one is the mainframe and the second is the personal computer، مثل ما ثبتناها. نجي المين فريم has line printer، نوع البرينتر مالته هي line printer طابعة خطية with large sheet. اوكي، اذا اللي يهمنا من هاي الجملة انه المين فريم بها طابعة خطية، اما البيرسونال كمبيوتر او البي سي بها ليزر برينتر. اذا كل واحد راح يطلع من عنده نوع الطابعة الخاصة به. Mainframe has a line printer.
إذا المين فريم تملك طابعة خطية، أما البي سي تملك ليزر برينتر طابعة ليزرية. بعد ما انتهت المعلومات اللي عندنا، بعد عندنا مجموعة من الجمل. المين فريم هي نوع من أنواعها الاي بي ام، أو نقدر نقول الاي بي ام هي مين فريم. وأيضا البي سي بها نوعين، طبعا هي أكثر بس هنا حسب المعلومات المذكورة عندنا، اللي هو البانتيوم 4 والبانتيوم 2. فنشوف بالجمل شنو مذكور. مذكور انه ال IPM هي مثال as example to the mainframe. اذا ال mainframe هي IPM and Pentium 2 and Pentium 4 are example to the personal computer. اذا نقدر نقول انه ال PC هي اما Pentium 2 او Pentium 4. هذا اللي راح نشوفه مذكور هنا بالاسفل. راح نشوف انه ال PC هي نوعين، Pentium 4 Pentium 2، فراح نكتب PC is a Pentium 4 PC is a Pentium 2. أما ال mainframe ف ب ال IPM فهو مثال على ال mainframe، فراح نقول mainframe is a IPM. هذا المثال الثاني انتهى، وأيضا مثال بسيط. راح نجي نشرح المثال الثالث. Airplane is an aircraft. الايربلين هي الطائرة، والايركرافت هي المركبة الجوية، سواء كانت طائرة أو منطاد أو سفينة فضائية، هذه كلها تسمى aircraft. أما الايربلين فهي الطائرة، فالطائرة هي نوع من أنواع المركبة الجوية، فراح يكون أكيد airplane is a an طبعا الأصح aircraft. راح نجي نشوف انه شنو اكو انواع للطائرات. اكو جيت طائرة نفاثة is an airplane، يعني الطائرة النفاثة هي نوع من انواع الطائرات. ايضا الطائرة اللي من محرك واحد، اللي عندها محرك واحد single engine، هي ايضا airplane. والطائرة اللي بيها محركين twin يعني زوج من المحركات، ايضا هي ايربلين مثل ما مذكور هنا. يقول انه الجيت والسنجل انجن والتوين انجن كلهم هما طائرات. نجي بعدين راح يحكي عن كل وحدة بيهم. راح يقول الجيت has jet engine، الطائرة النفاثة بيها محرك نفاث وبيها وينجز، بيها اجنحة. فيقول الجيت has، فنخلي has جيت انجن محرك نفاذ، والجيت ايضا الطائرة النفاذة بها وينجز يعني بها اجنحة. جيت هاز جيت انجن، جيت هاز وينجز. راح نجي نشوف السنجل انجن والتوين انجن يشتركون في شغلة واحدة، انه هي تمتلك بروبيلر يعني مروحة. فراح نشوف انه نخلي نود اسمها البروبيلر اللي هي مروحة. فالسنجل انجن الطائرة اللي بيها محرك ومحركين يمتلكون مروحة. ترجع على الجت انجن هي فاست، يعني محرك الطائرة النفاثة او المحرك النفاث يكون سريع. الجت انجن is fast. هذا خلصنا المثال الثالث. راح نجي على example 4 ونشوف شنو يتكلم. ايضا مثال بسيط مثل اللي سابقه، ولكن كلها لازم ننتبه على كيفية تحويل الجمل او المعلومات او المعرفة اللي عندنا الى مخطط مفهوم يكون سهل ويعوض عن الجمل المكتوبة. Example 4 create a semantic network for found facts، يعني انشئ شبكة من نوع سيمانتيك للحقائق التالية. ملاحظة، you must append new indirect facts if they exist، يعني إذا أكو فد فاكت ما موجودة أو موجودة بصورة غير مباشرة فلازم
أيضا الضيف، فراح نشوف بهذا المثال إنه أكو فد فاكت إحنا نستنتجها هي ما موجودة ما مذكورة من ضمن هاي الجمل، ممكن نستنتجها ونخليها كنوت إضافية إلى الجراف مالتنا. نجي A trout is a fish. The trout هو نوع من أنواع السمك، هو السلمون، فالسلمون هو fish. راح نشوف المخطط أكيد راح يكون عندنا نود أو إما مستطيل أو شكل بيضوي، نكتب بي تراوت وراح يتوجه السهم إلى الفيش مثل هسه هذا تشوفون التراوت، يعني هذا الشكل بيضوي أو مستطيل هو كله يمثل نود أو عقدة. is a fish. أوكي خلصنا من أول جملة، راح نجي على الجملة الثانية. A fish has gills. الجيلز هي الخياشيم، فراح نقول الفيش has gills، يعني الأسماك تملك خياشيم. أيضا a fish has fins، يعني السمك يملك زعانف، السمك يملك زعانف. Okay, has fins. Fish is food. السمك هو طعام، يعني ممكن استخدام السمك طعام. عندنا جملة أخرى. Fish is animal. Fish is animal. الفيش أو السمك هو حيوان. شنو هي الفاكت اللي يجب أن نضيفه؟ A trout has gills. يعني سمك السلمون عنده خياشيم، ليش؟ لأنه كل الأسماك لازم تملك خياشيم، فإذا راح نخلي سهم من the trout اللي هو السلمون إلى الجلز ونقول has gills، لأنه هذه ما ممكن إنه سمكة ما تملك، فلذلك راح نضيف هذه الفاكت أو راح نخلي ريليشن بين التراوت اللي هو سمك السلمون وبين الجولز حتى نمثل إنه السلمون يمتلك أيضا خياشيم، لأنه هو التراوت هو سمك والسمك يملك خياشيم، إذا التراوت أيضا يمتلك الخياشيم. هذا انتهى المثال الرابع. عندكم هومورك لازم تنفذوه اللي هو تمشون على نفس خطوات الأمثلة السابقة. هذا المثال خلي بس أوضح لكم الجمل اللي بيه إذا أكو فت كلمات غير مفهومة. عندنا كات اسمه توم، توم is a cat، هاي أول جملة تنفذوها. بعدين توم caught a bird، يعني توم أمسك بطير، كوت ماضي مال كاتش. توم is owned by John، يعني توم مملوك بواسطة جون، يعني جون هو صاحب توم. أوكي يعني توم منو يمتلكه؟ جون. توم is a ginger in color، جينجر يعني هو جينجر معناته زنجبيل، يجي كلون هو لون البني. cats like cream، يعني القطط بتحب الكريم الكريمة أو القشطة. the cat sat on the mat، يعني القطة جلست على السجادة أو الحصيرة. mat a cat is a mammal، يعني الكات هو من الثدييات. a bird is an animal، الطير هو حيوان. All mammals are animals، كل الثدييات هي حيوانات. All mammals have fur، يعني الثدييات تملك فر. إلى هنا انتهت محاضرتنا وشكرا جزيلا.